مشهد صادم في رمضان، علاقتها بزوجها أثارت الجدل، تجاوزت الحدود على الملأ، فالفنانة السورية الشهيرة سلافة وخرجي أزاحت الستار عن أسباب ما فعلته في العشر الأوائل من الشهر المبارك، فما القصة؟ لم تكترث بالشهر الكريم، فهي تعلم أن ما تفعله سيعرض على الملأ وسيراه كذلك الجميع، موقف صنعت فيه ما لا يصح أن يراه أحد، فكان أمراً مذهلاً وسبباً لسيول من الانتقادات لها. ففي العشر الأوائل من شهر رمضان جسدت الفنانة السورية الشهيرة سلافة وخرجي مشهداً أثار جدلاً واسعاً، حتى أن المتابعين لها اعتبروه مشهداً منافٍ للآداب العامة، بل ولا يصح في الشهر المبارك، فماذا فعلت؟ شاركت الفنانة السورية الشهيرة سلافة وخرجي في مسلسل درامي يعرض خلال الماراثون الرمضاني الحالي 2024، وهو مال القبان، فقدمت أداءً مميزاً في الحلقات السبع السابقة، إلى أن جاءت اللحظة الحاسمة لتصويرها مشهداً أثار جدلاً واسعاً سواء في سوريا أو حتى على مستوى العالم. فسلاف تجسد خلال أحداث المسلسل شخصية رغد عبد الصبور، والتي تلقى خلف القضبان وتتلقى بعد خروجها صدمة لم تكن تتوقعها على الإطلاق. فبينما كانت تتحضر للقاء شريك عمرها إذ بها تفاجأ بما حدث، فالفنانة السورية خرجت من الحجز وعادت إلى منزلها فلم تجد زوجها، فقررت أن تستعد لمقابلته بأفضل استعداد ممكن، لكنها أظهرت بعض الأماكن من جسدها في المشهد الذي صورته بحمام منزلها، بل وبعدما انتهت من الاستحمام وتجهيز جسدها للقاء زوجها ذهبت لوضع المكياج لتنتظر زوجها حتى يعود، لكنها لم تكن تعلم أن زوجها ضمن أحداث المسلسل خالد القيش ارتبط بصديقة عمرها حلا رجب. لكن الأهم أن المشهد الذي تم تصويره في حمام منزلها ضمن أحداث الحلقة الثامنة تحديداً من المسلسل أثار ضجة واسعة النطاق، فأصبح حديث الساعة لمتابعيها. المشهد أحدث ضجة واسعة بين صفوف الجمهور الذي انقسم إلى فريقين، فريق ينتقد ظهورها بهذا المنظر المؤسف خصوصاً في شهر رمضان، وبين داعم لها على ما تقدمه من تجسيد لمشهد زوجة تستعد للقاء زوجها سواء في رمضان أو غيره من الشهور من أشهر العام، فهذا أمر مباح، لكن المشهد أنكره الكثيرون من المتابعين، مفضلين أنه كان الأفضل أن يتم حذف هذا المشهد تماماً من العمل، لا سيما أنه لا يصح أن تصنع هذا أمام الكاميرات في رمضان أو حتى يتم عرض المشهد خلال رمضان. لكن بالانتقال إلى الواقع وبعض الأعمال الدرامية، فسلاف من الأساس أثارت الجدل بعلاقتها الغامضة بزوجها الممثل وائل رمضان، فرغم أنهما انفصلا إلا أنهما يقيما مع بعضهما في منزل واحد وتحت سقف واحد، بل الذي أثار ريبة الجمهور هو أنهما لم ينفذا إجراءات الانفصال. فصرحت سلاف: أعلنا أننا في حالة انفصال، ولكن نتواصل لحظة بلحظة، وشعرنا في فترة بيننا كعائلة أننا نحتاج أن نحافظ على هدوء البيت، فبرأيكم هل يصح أن تجسد أمام الكاميرات في رمضان مشهدها في المسلسل أم كان من الأفضل حذفه؟